مشروع الممر تحت أرضية الأطول بشمال المغرب يقع هنا بمنطقة جزناية بطنجة، وبات واحدا من بين مشاريع البنية التحتية، والذي سيكون صلة ربط بين قلب طنجة ومدخل المدينة، حيث تقع اثنتين من أكبر المناطق الصناعية. مشروع جزناية الذي يعزز الشبكة الطرقية بالمدينة، والذي أنشئ بمبلغ مالي يناهز 121 مليون درهم، يربط بين مدارين على مستوى تقاطعي الطريق الوطني رقم 1 والطريق الإقليمي رقم 4601 والطريق الوطني رقم 1 والطريق الإقليمي رقم 4600. المنشأة التي يصل طولها لأزيد من 700 متر تهدف لتخفيف الضغط على مدخل مدينة طنجة على مستوى المنطقتين الصناعيتين الحرة، وستفتتح أمام حركية السير نهاية هذا الشهر بعدما بلغت نسبة الأشغال مراحلها الأخيرة بعد 4 أشهر من انطلاقها.